بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية، نستأنف مع الحديث عن تاريخ اللغة الفرنسية. طبعا ذكرنا فيما سبق بأن اللاتينية هي لغة روما القديمة كمدينة، ثم أن لغتها بعدما أصبحت إمبراطورية بطبيعة الحال تمتد على مناطق واسعة حول البحر الأبيض المتوسط. بطبيعة الحال يعود تاريخ روما بطبيعة الحال وبداية انتشارها في أوروبا ثم على شمال إفريقيا بطبيعة الحال يعود إلى 8 قرون قبل الميلاد، تقريبا من الآن 2800 سنة. بعد أن امتدت روما على مناطق واسعة حول البحر الأبيض المتوسط، طبعا الحال كان امتدادها أيضا على منطقة في أوروبا تسمى لاغول. طبعا كما قلنا فيما سبق اللاتينية هي لغة روما القديمة بأنها كانت لغة متكلمة فقط، ثم أننا بعد هذا نتحدث عن لغات تارديف، يعني اللاتينية المتأخرة أو تحت أسماء أخرى كما ذكرنا فيما سبق، مثلا لوبالاتان أو بيا لاباس لاتينيتي. إذا نتكلم عن نفس اللغة المتأخرة من اللاتينية. طبعا الحال نتكلم عن اللاتينية في الأصل التي أجري على بعض التعديلات حتى تتوافق مع تلك الحقبة ومتطلباتها. طبعا كما قلنا فيما سبق بأن اللغة اللاتينية المتأخرة استخدمت كلغة نسخ للسجلات اللازمة، يعني فيما يخص العلاقات الاقتصادية والاجتماعية على الحدود. إذن بما يعبر عن هذا كما في العبارة التالية: سيغفون أن كيلكو سوغت دولين كفرانكا، يعني أن استخدمت كلغة متداولة بين الغير ناطقين بهذه اللغة، مثلا كما يقع اليوم فيما يخص اللغة الإنجليزية. مثلا تجد فرنسي يتحدث مع صيني باللغة الإنجليزية، فكلا الشخصين في العادة غير متحدثين باللغة الإنجليزية، لكنهم يستعملون هذه اللغة طبعا الحال كلغة وصل بين الطرفين رغم أنهما لا يتكلمون هذه اللغة. إذن عندما نتكلم عن لينكا فرانكا، إذن المقصود بها إن لونغ كي أدوبتي كوم لونغ كومين أونتر لي لوكيتور. إذن إن لونغ كي أدوبتي، نتكلم عن لغة متبنات، مثلا إن فامي بي أدوبتي أن أنفون، يعني ممكن أن عائلة تتبنى طفلا. إذن هنا نتكلم عن أشخاص يتبنون لغة، يعني أنهم يتخذونها كلغة وصل. إذن إن لونغ كي أدوبتي كوم لونغ كومين، إذن كلغة طبعا الحال مشتركة أنتخ دي لوكيتور، يعني بين متكلمين دون لي لونغ ماتيرنيل الذين لغتهم الأم سون ديفيرونت، يعني أنها مختلفة. إذن هاد الأشخاص الذين لهم لغات مختلفة هم يتبنون هاد اللغة اللاتينية للتواصل فيما بينهم، وبذلك يطلق عليها لينكا فرانكا. ذكرنا أيضا فيما سبق بأن اللغة اللاتينية المتأخرة كانت بطبيعة الحال كحاضنة لمجموعة من اللغات التي ستتفرع عنها، ومنها بطبيعة الحال اللغة الفرنسية. إذن لو فرونسي إتين لونغ رومان، إذن اللغة الفرنسية هي لغة رومانية، سيتادير إن لونغ إيسو دو لاتان فيلغار، إذن هي لغة ناشئة من اللغة الدارجة، من اللغة اللاتينية الدارجة. C'est-à-dire une langue issue de la latin vulgaire. Elle est parlée en France. هي متكلمة في فرنسا، ainsi qu'en Belgique، أيضا في بلجيكا، au Canada، en Luxembourg، en Suisse، et dans 50 autres pays. إذن هي متكلمة في لوكسمبورغ، en Suisse، في سويسرا، et dans 50 autres pays. وفي 51 بلدا آخر، principalement، يعني أساسا، localisée، يعني أنها متواجدة en Afrique، متواجدة في إفريقيا، principalement localisée en Afrique، أساسا متواجدة في إفريقيا، principalement localisée en Afrique، ayant pour la plupart fait partie de l'ancien empire colonial français. نتكلم هنا عن 51 دولة تتكلم اللغة الفرنسية، أساسا متواجدين في إفريقيا، ayant pour la plupart fait partie. إذا نتكلم عن faire partie، نقول مثلا je fais partie، يعني أنا أنتمي، كما لو نقول أنا أفعل انتماء، ولكن المقصود جو في بارتي يعني أنا أنتمي. مثلا جو في بارتي أسو جروب، أنا أنتمي لهذه المجموعة، كما لو أقول أنا أفعل انتماء لهذه المجموعة.
هنا عندنا أيام pour la plupart. La plupart يعني معظم. La plupart des gens يعني معظم الناس. إذن هنا عندنا أيام pour la plupart. يعني عندهم. كما لو نقول في معظمهم في بارتي. يعني أنهم يفعلون انتماء. المقصود أنه عندهم انتماء. De l'ancien empire. للإمبراطورية القديمة كولونيال الاستعمارية فرنسي الفرنسية. إذا نتكلم عن 51 دولة متكلمة باللغة الفرنسية، أساسا نتحدث عن دول تنتمي لإفريقيا تعود للإمبراطورية القديمة الفرنسية الاستعمارية، تنتمي للإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية القديمة. إذن أيام pour la plupart fait partie de l'ancien empire colonial français ainsi que la République démocratique du Congo ainsi وكذلك que la République أيضا أو كذلك la République يعني الجمهورية الديمقراطية الديمقراطية du Congo le Congo ancien Congo belge ainsi que la République démocratique du Congo وكذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية ainsi que la République démocratique du Congo ancien Congo belge. إذا نتكلم عن الكونغو البلجيكية السابقة، إذا نتكلم عن مستعمرة بلجيكية تتكلم أيضا باللغة الفرنسية. Issu de l'évolution du Balatin vers le Gallo-Roman. Issu إذا نتيجة. Issu c'est un adjectif. إذا نتحدث عن كلمة وصف المقصود بأنه دو مولود من. إذا نقول عن شخصين إيسو دو كذا وكذا، إذا المقصود بأنه مولود من كذا وكذا أو أن أصله كذا وكذا. إذا نقول ندو ندو تنتكلم على لو فيرب ناتر، نتحدث عن لو فيرب ناتر فعل ازداد. إذا ندو يعني أنه ولد من. كي بروفيان دو الذي يأتي من. كي بروفيان دو الذي أتى أو يأتي من. كي غازول دو كي غازول دو الذي ينتج عن. طبعا حتى نتكلم على لو غازولتا يعني النتيجة. إذن كي غازول دو الذي ينتج عن. إذن عندما نقول إسي المقصود أنه متحدر أو أنه نتيجة لكذا وكذا. الذي عندنا هنا إسي دو ليفوليسيون دو بالاتا. إذن كما نقول نتيجة لتطور. تطور ماذا؟ دو بلاتا. إذن فنتيجة تطور هذه اللغة التي قلنا عنها بأن تسمى لو بلاتا تطورها إلى ماذا؟ فيغ لو غالو رومان. إذن تطورها إلى اللغة الرومانية المتكلمة في المنطقة التي ذكرنا قبل قليل والتي تسمى لا غول. إذن عندما نقول غالو رومان المقصود بها ستان نودوني أو لونغ رومان كي أتي بارلي أون غول. إذن طبيعة الحال عندما نقول غالو رومان أو غالو رومان إذن المقصود بها نودوني. إذن نتكلم عن اسم يعطى أو لونغ رومان. إذن يعطى للغات الرومانية كي أتي بارلي أون غول التي كانت متكلمة أون غول التي كانت متكلمة في لا غول في هذه المنطقة التي تسمى لا غول. من حيث المبدأ كلمة لا غول أنها تطلق على عصا الصيد أو على عصا طويلة. هنا عندنا لا غول تطلق على هد المنطقة التي كانت تحت سيطرة الرومان والتي تتحدث هد اللغات التي أطلق عليها لو غالو رومان. إذا بطبيعة الحال نتحدث عن لو بالاتا التي تطورت إلى لغات محلية تسمى لو غالو رومان. إذن issu de l'évolution du balatin vers le gallo-roman au cours du premier millénaire de l'ère chrétienne. أثناء الألفية الأولى من العصر المسيحي. إذن نتكلم عن تطور اللغة اللاتينية المنخفضة إلى لغات رومانية متحدثة في المنطقة. إذن نتحدث عن لغات محلية خلال الألفية الأولى من العصر المسيحي. إذن issu de l'évolution du palatin vers le gallo-roman au cours du premier millénaire de l'ère chrétienne. Le français, langue royale. إذن الفرنسية كانت في البداية لغة ملكية
devient une langue juridique et administrative. يعني أن أصبحت من بعد لغة القانون ثم لغة الإدارة avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts. إذن avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts. إذا نتكلم عن قانون منظم طبعاً الحال الذي تم في هذه المنطقة التي تسمى Villers-Cotterêts en 1539 et c'est de l'évolution du latin vers le gallo-roman نتيجة تطور هاد اللغة طبعاً الحال لهاد الحقبة دي بالاتان vers le gallo-roman إلى لغات محلية بهذه المنطقة التي تسمى لا غول ومن فرنسا الآن هاد اللغات كانت تسمى لو gallo-roman au cours du premier millénaire de l'ère chrétien أثناء الألفية الأولى للعصر المسيحي. بمعنى آخر بأن هذا التطور أنه حصل إلى حدود 1000 سنة ميلادية. Le français langue royale devient une langue juridique et administrative. اللغة الفرنسية أصبحت لغة ملكية ثم لغة قانون ثم لغة إدارة avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts. إذن مع القانون المنظم الذي تم في المنطقة en 1539 في هذا التاريخ. Par la suite بعد هذا le français الفرنسية toujours autour du noyau parisien. إذن طبعا الحال كانت دائما حول النواة الباريزية. المقصود بأن باريس كانت كنواة التي بطبيعة الحال انطلقت منها اللغة الفرنسية ثم أن بدأت تنتشر حولها طبعا كما هي نواة كل فاكهة أنها تكون في الوسط. إذن نفس الشيء هنا أن باريس التي انطلقت من اللغة الفرنسية إلى المناطق المجاورة. Par la suite le français toujours autour du noyau parisien. إذن اللغة الفرنسية التي كانت دائما حول النواة الباريزية سوديفيزغا يعني أنها ستبدأ في الانتشار en France في فرنسا en Europe et dans le monde. انتشرت بعد هذا إلى أوروبا ثم إلى بقية العالم. سانسوي une longue réforme. سانسوي عندنا هنا الverb سانسوير نتج عن ذلك. هذا استن verb pronominal. إذا المقصود به نتج عن ذلك. سانسوي إذا نتج عن ذلك une longue réforme. نتج عن ذلك إصلاح طويل للغة التي يروج لها الأكاديميون. إذن سانسوي لونغ ريفورم دو لا لونغ برومي. طبعا الحال عندنا لغة بروميتر. بروميتر يعني أنك تروج لشيء أو تبشر به. سانسوي لونغ ريفورم دو لا لونغ برومي. إذن نتج عن ذلك إصلاح طويل دو لا لونغ. بعد هذا تمت إصلاحات على اللغة برومي. برومي تنتكلم على لغة بروميتر يعني روج أو بشر بشيء. إذن برومي كما نقول المبشر لها أو المروج لها par les académiciens من طرف الأكاديميين. par les académiciens من طرف الأكاديميين pour la régulariser من أجل تنظيمها et y réintroduire des vocables latins وإعادة الإدخال فيها كلمات لاتينية. إذن طبعا الحال أنه تم تعديل هذه اللغة تم إصلاح هذه اللغة وفي نفس الوقت تم إعادة إدخال بهذه اللغة لو فرونسي كلاسيك. إذن الفرنسية الكلاسيكية دي سيزيام سيكل. إذن اللغة الفرنسية للقرن السادس عشر اي دي ستيام سيكل دو فيا لو فرونسي مودرن. إذن اللغة الفرنسية للقرن السادس عشر وللقرن السابع عشر devient c'est le verbe devenir يعني أصبح. إذن أصبحت le français moderne أصبحت الفرنسية المتطورة du siècle للقرن الثامن عشر langue véhiculaire إذن لغة متداولة. إذن نقول عن لغة بأنها véhiculaire يعني أنها مستعملة من طرف أشخاص ليست هي لغتهم الأم. إذن نتكلم عن لغة كما نقول متداولة. إذن عندما نقول véhiculaire se dit d'une langue utilisée dans les rapports entre les peuples dans langues différentes. إذا نتكلم عن لغة مستعملة من طرف أشخاص أو شعوب dans langues différentes يعني داروا لغات مختلفة. avec la colonisation مع الاحتلال نتكلم عن لغة colonisée يعني استعمر. إذا avec la colonisation إذا مع الاستعمار le français se répond en Amérique du Nord. مع الاستعمار اللغة الفرنسية ستنتشر. Le français se répond en Amérique du Nord.
او دي ساتيام سياكل. اللغة الفرنسية ستنتشر في أمريكا الشمالية في القرن السابع عشر او نافخيك او ديزنافيام سياكل، ثم في إفريقيا في القرن التاسع عشر، سوكيون في اون لونغ مونديال، الذي جعل من لغة عالمية. سوكيون في مقصود هنا سوكي في دو سات لونغ، سوكيون في اون لونغ مونديال، الذي جعل من لغة عالمية. سوبوندون لكن لو فرونسي بار، سوبوندون لكن لو فرونسي بار، لكن اللغة الفرنسية تفقد. عندنا لو فيرب بيردر اون انفلونس، يعني انها بدأت تفقد في التأثير دون لا سكوند مواتي دو 20 سياكل، يعني انها بدأت تفقد تأثيرها في منتصف القرن الثاني من القرن العشرين. المقصود أن بدأت تفقد تأثيرها انطلاقا تقريبا من 1950 فما فوق، أو بخوفي لمصلحة ماذا؟ أو بخوفي دو لونغلي، إذا لمصلحة اللغة الإنجليزية. إذا كما نرى بأن اللغة الفرنسية كان لها نفوذ وكان لها انتشار، طبعا بدأت تفقد هذا البريق بعد النصف الثاني من القرن العشرين. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.